الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح. بالنسبة للحفلات اللي بتصير والإزعاج اللي بتصير من اليهود، طبعا ازعاج ما مر، موسيقى صقر من جميعه يعني. لا، أول إشي موقعها غلط لأنها قريبة على الجامع، وخاص نصف الشهر الفضيل شهر رمضان، وطبعا المسجد هذا موقع طبعا جميع الناس بيجوا عليه، يعني كيف جميع الناس جميع المدن بيجوا عليه كأنه في المركز.